الحقيقة وراء تيتانيك. تهامي باشا. عثر يا وديع. جايب لك معايا هدية. خش يا حاج. فيلم مش هيهز مصر، هيهز العالم كله. اسمع دي. قصة حب على سفينة تيتانيك. الأسطورة. مين الوحش ده؟ ده الحاج سعيد، كان شغال على سفينة تيتانيك. يا سلام. وربنا نجاه عشان يجيب لك الورق ده النهاردة. وده هتفرج عليه في 3 أشهر ولا إيه يا وديع؟ صبرك عليا بس يا باشا. اتفضلوا يا أساتذة. أحب يا باشا أقدم لك الوجه الجديد، القنبلة، الآنسة رشا. أوبا. عملنا لك كده يا باشا حتة مزيكا على السريع علشان تعيشك جوه المشهد. كده يا وديع، اخيرا فهمت يا وديع. تلميذ. انت هتبقى نجمة الموسم، وكل موسم انت خدت مجموعة مواهب من الشعر للشفايف للي بقى انت عارفة الباقي. ارسم يا فنان ارسم، ده انت ممثل بارع. ولسه ما تشوف تمثيله هو بيغرق في اخر مشهد في الفيلم. مين ده اللي هيغرق يا وديع؟ البطل. ده انت عايز تغرقني معاه. انسى يا وديع. طب بس استنى بس يا باشا، ده في مشهد ساخن تاني. المشهد ده يا باشا عربيه مشبره جوه المركب. ادخلوا بسرعه. المشهد ده يا باشا عربيه مشبره جوه المركب، الواد والبت فيها والعربيه قاعده تتهز. هيعجبك قوي. وديع شكلك كده عايز تعمل فيلم في لحمه كتير. قول لي. خد لحمه يا وديع. اعمل ده. يلا يا ساتزة، يلا يا نسا رشا. وديع سيب لي مدام رشا، عايزها في كلمتين. استاذ. في السنة اللي رفضنا فيها تيتانيك أنتجنا لحم رخيص. لحم رخيص اتنسخ على 20,000 شريط فيديو، حقق أكتر من 1,000,000 جنيه إيرادات. لحم رخيص على ميلودي أفلام، أفلام عربي أم الأجنبي.